صباح الخير. صباحكم الله بالخير. يعني الله بالخير العافية، شلونك؟ شو أخبارك أستاذ حكيم؟ الله يبارك فيك، احنا آسفين يعني أخرناك. هلا بيكم، هلا بيكم. الله يخليك ويسلمك. بصراحة يعني أستاذ حكيم، اليوم بغداد رغم هطول الأمطار اللي موجود ورغم أنه بعض المناطق أنه غرقت، لكن بشكل عام شلون بغداد، خصوصا أنه هاي الفترة أو بهذا الشتوى مثل ما نقول أنه مناطقنا الحمد لله ما غرقت مثل العام وأول العام، شنو الخطة اللي سويتوها؟ تحية لك ولمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. أكيد تراكم الخدمة وتراكم الخبرة هذه كلها لها دور في عملية التهيئ والتحضير لكل موسم شتوي. يعني بغداد عندما غرقت قبل 5 سنوات كان السبب في وقتها أنه المشاريع الاستراتيجية لم تكتمل في وقتها، ولم تكن عندنا مشاريع، أو الحقيقة ما عندنا كانت خطوط طوارئ زين، فكمية الأمطار اللي كانت موجودة أكثر من القدرة الاستيعابية، فحدثت مشاكل بعدها. لا، الأمور خفت السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرة. أمانة بغداد عالجت المشاكل اللي تحدث، يعني مثلا عندنا مناطق فيها مشاكل مزمنة، يعني مثلا عندنا منطقة بالبلديات، عندنا شارع المصرف، عندنا مثلا بالمدينة الصدر ساحة 55، عندنا قطاع 4، عندنا مناطق بالشعر، وهكذا في مناطق أخرى في بغداد. أنا أركز على جانب الرصافة على اعتبار أكثر مشاكل فيها. هذه عالجناها بالأمطار الأخيرة، يعني هذه نتيجة مشاريع صغيرة، نتيجة تحويلات، نتيجة وجود خطوط طوارئ. يعني مثلا عندنا في الكرادة، كانت الكرادة على النهار، يعني زحمة أنه مناطق في الكرادة مثلا تصير فيها طفح ماء، عالجناها من خلال خطوط طوارئ تم معالجتها، وهكذا في كثير من المناطق. أعتقد وجود الخطط، المتابعة، تنظيف المشبكات، الزيارات الميدانية، التهيئ والتحضير بشكل كبير حقيقة يلمنا. احنا مثلا 700 منطقة محلة في بغداد نخدمها، وتحدث في بعض المناطق وكل الجهود يضيع لأنه التركيز يصير على المناطق تتعرض إلى مشاكل. فبالتالي كان علينا وما فعلنا انه بذلنا قطار جهودنا حتى ننجح في هذه المهمة، وان شاء الله كان يعني نجاح الى حد ما، بدليل انه الجهات المطلعة، الجهات الرقابية، مثلا مجلس الوزراء، هذا الموضوع بالنسبة له موضوع مهم، وبالتالي كانت متابعة ميدانية، ولجنة الخدمات في مجلس النواب السابق كانت متابعة لأعمالنا. يعني كانت مثلا في اجتماعاتنا تشخص عدد كبير من الأمور، لكن في السنوات الأخيرة وخصوصا آخر سنة لا، كان واضح جهد وحل كثير من المشاكل. حلو. طيب، وجهودكم أكيد أنه بغداد تنهض من جديد وتكون فيها واقع طموح إن شاء الله يا رب، والمناطق اللي كانت تعاني من هاي الشغلات إن شاء الله تكون في تطور دائم. طيب، احنا حابين نعرف انه هل شاركت أمانة بغداد في رفع المصبات الكونكريتية وفتح الطرق؟ يعني طبعا السكن أكبر علينا، احنا الأخوة في عمليات بغداد والأخوة في يعني الفرقة الخاصة في المنطقة الخضراء، وهؤلاء شاركوا معنا وكذلك المرور، ولكن الجهد الأكبر والشغل الرئيسي وشغلنا. صحيح احنا اعلاميا البعض ياخذ شويه من يعني يسابقون في موضوع يعني بعض الجهات ومن حقهم، لكن الجهد الاكبر الحقيقه هو في اماره بغداد. يعني بعض المناطق الرفع فقط عندنا، وفي بعض المناطق مشترك. على كل حال هو خدمه البلد يعني، ولكن اجابه وتوضيح الصبات الكونكريتيه واثرها النفسي واضح على الناس. يعني احنا عندما تكون هناك مناطق، يعني الشخص القادم الى القادسيه من جهه
يعني جسر جسر الجادريه، يلاحظ ان هذا كان شارع ضيق بسبب وجود صبات كونكريتيه تحيط في يعني بالمنطقه اللي فيها الوزراء. الان تلاحظون لما تم رفع صبات الكونكريتيه وارجاع السياج الاصلي والصبات صارت داخل يعني عبور السياج، صارت يعني مسافه بين الشارع والسياج بحدود 5-6 امتار او اكثر، فبالتالي تم استغلالها وعادت يعني المنطقه تم يعني اعاده تاهيلها، وتلاحظ حتى فيها زهور ربما لم تدخل اي منطقه في بغداد في ذلك الشارع. هذه كلها الحقيقه تجميل المناطق وتحسين شكل المدينه بعد رفع المشوهات، بعد رفع الصبات الكونكريتيه، راح يكون فضاء واسع، راح يكون مجال للزراعه، لتعديل الارصفه، للقالب الجانبي، حتى الشخص اللي يدخل يشعر المدينه عادت نسيجها الحضري وعادت تالقها. هذا الحقيقه كل يوم نرفع صبات كونكريتيه نفتح وجه المدينه اكثر، وبالتالي ما ينظر الى بغداد بالصوره المعتمه الان بدات تتغير وتتحول، وكل شخص يعيش في بغداد او قادم اليها يشعر الفارق، وان شاء الله الايام القادمه يتم رفع باقي صبات الكونكريتيه. استاذ حكيم، أنا البارحة تجولت بمنطقة أحد مناطق بغداد. وبصراحة يعني هاي الأطراف يعني مشكلتهم مشكلة، يعني معاناتهم يعني تعرف حضرتك كبيرة، يعني من تروح المناطق الأطراف مثل كويريش أو الفضيلية أو الوردية أو جسر ديالة أو بعد منطقة المدينة أو حي طارق، هذه المناطق يعني إيش عجب أستاذ حكيم لحد الآن مثل ما نقول شابحهم الضيم، يقولون لا شارع، لا عندنا مجاري، لا عندنا تبليط، لا عندنا، شنو موضوعهم؟ يعني اولا خلينا نميز بين المناطق التابعه لامام بغداد والتابعه للمحافظه. زين. يعني احنا جت رجاله مو تابعه. بعض المناطق والاطراف مو تابعه. القادم من خارج بغداد يشاهد هذه المناطق اول ما يشاهد المناطق التابعه للمحافظه. لكنها يعني الناس قد ما تميز بين هذا وهذا، هذا موضوع. الموضوع الثاني احنا نحاول نأهل مداخل مدينه بغداد، لكن انت تدري هناك تجاوزات، يعني اكو منطقه سكنيه متجاوزه، هذه شلون تحلها يعني؟ كيف نحلها؟ هاي ما تتقدم الحكم، لان هي اساسا وجودها مو صحيح في هذا المكان. يعني احنا مثلا عندنا مناطق متجاوزه كثيره في مناطق اخرى، هذه الحقيقه يعني مسكوت عنها لانه تحتاج الى حلول دوله. هؤلاء ناس وعوائل والحقيقه ظروف جبرتهم يسكنون هذه المناطق، فما عندنا حل لهم في الوقت الحاضر، يعني هؤلاء يحتاجون لهم مثلا توزيع اراضي، بناء وحدات سكنيه، يعني حل لمشكله. احنا هاي المشكله مشكله دوله مو مشكله امانه وقتها. اما مثلا عندنا المدخل بين مدخل بغداد الكوز من جهه يسمونها من جهه الرستميه، حقيقه رفعنا كثير من التجاوزات، حولنا الاماكن المتجاوزه السابقه على جانبي الطريق الى مشاتي. الساحه الرئيسيه قريبه من الرستميه، قريبه من هاي مثلا اشتغلناها بشكل جميل، لكن يبقى هذا الموضوع يحتاج له يعني تطوير. عندنا طريق بغداد الحله، رغم الشغل اللي اشتغلناه، رغم يعني المنطقه كانت لا تطاق، حاولنا نحولها الى مشاتي، رفع التجاوزات، دوله رئيس الوزراء زار منطقه يعني الرشيد زين، وأوعد بكثير من الأمور، واشتغلنا الحقيقة هاي الفترة الماضية اشتغلنا على هذا المكان، لأن بعض الأمور مثلا تابعة يعني يفترض أنه الجهة أو المقاول المشرف على المكان هو يفترض أن يطورها، وهذا لازم يصير توجيه، وإنت نشتغل على هذا الأمر حقيقة. أكو يعني
كان كلام عندنا مع الأخوة في مجلس النواب ومعظم الأسئلة كانت دور حول المداخل، وإحنا إن شاء الله أتوقع إذا جتنا، أنا سمعت يوم أن أنه يتم تخصيص مبالغ إلى أمانة بغداد، فإذا خصصونا أكيد جزء منها رحنا نشتغلها على التطبيق. إذا خصصوكم يعني الجد صار أربع سنوات بس أذكر العبارة، صار أربع سنوات من 2014 حتى اليوم الدولة ما أعطتنا مبالغ مالية، يعني دولة على أنفسنا. أستاذ حكيم، أستاذ حكيم، بس يعني أستاذ حكيم إذا سامعني، أكيد مو غير كافية بلا تطوير بغداد، ولكن أمننا الخدمات خلال السنوات الماضية من خلال الإيرادات اللي نحصل عليها من الجباية والرسوم والعقارات وغيرها. أستاذ حكيم أنا آسف يعني أخذت من وقتك هواية، لكن هي أسئلة هواية، أريد أسألك على موضوع العمال العقود. البارحة الموازنة صادقوا عليها النواب ورفعوها يعني المصادقة لرئاسة الجمهورية، شنو موضوع العمال النظافة؟ راح العقود راح يثبتون لو شلون موضوعهم؟ والله أنت تدري إحنا نشتغل في مؤسسات حكومية، عندما يأتي خبر نفرح وننشر، ولكن غير كافي إذا ننتظر التعليمات. هل التعليمات يعني احنا مثلا عمال عندنا ناس غير العمال، عندنا اجور يوميه في اماره بغداد اللي هو عقود، العقود يعني تقريبا عندنا اكثر من 2000 شخص بعقد، العقد اكو عندهم 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات زين، وننتظر مثلا وعندنا اجور يوميه، الاجور قابله، قسم منهم صار لهم فتره طويله سنوات طويله، وقسم لا يعني يتبدلون، لانه انت تحتاج الى عمال نظافه، عمال مجاري، عمال زراعه، يعني اي عامله، فبالتالي هؤلاء عددهم اكثر من 20,000. يا ترى كم التعليمات راح تجينا؟ من هم المشمولون على القدم، على الخدمه، على ال يعني كم شخص راح ينشئ؟ انتظر التعليمات ان شاء الله. ان شاء الله خير. يعني استاذ حكيم هم سؤال اخير اعتقد عند السؤال تكون انه وعدوا المواطنين انه يكسون بعض شوارع بغداد، حابين نعرف متى يكون هذا التنفيذ؟ يعني احنا الحقيقه خطتنا المناطق التي لم تبلط سابقا والخدمات مكتمله الخدمات. يعني عندنا مناطق يسموها إفرازات حديثة، يعني هاي الإفرازات الحديثة يجوز مثلا صار لها 10 سنين أكثر، يسموها إفرازات حديثة أقل. هذه الإفرازات ضمن خطتنا كامل البنى التحتية، مي ومجاري نقوم بإفساحها في الرصافة والسقف، هذا موضوع. الموضوع الثاني، مناطق عندنا مثلا تحتاج إلى إعادة إكشاف، المناطق اللي تحتاج الى اعاده اكشاف ننظر الها، يعني نختار من كل محله مجموعه شوارع رئيسيه مهمه تخدم اكبر عدد نعيد اكشافها، وبالنتيجه اعتقد هذا العام ان شاء الله راح يكون افضل من العام السابق، لان الايراد عندنا شويه صار بمنسوب الايراد ارتفع، واحنا كل ما يرتفع منسوب الايراد راح جزء الإكسارة يعني يتوسع. نعم. أستاذ حكيم أنا شاكر فضلك هواية ومداخلتك قيمة ومهمة، نتأمل أنه بالفعل أنه المسؤولين والأخوة بأمانة بغداد وكل الأخوة اللي دي يسمعون صوتنا يهتمون بمناطقنا، وهذه بغداد عاصمة العراق، عاصمة الثقافة، عاصمة الإبداع، عاصمة الإنسانية، ونتأمل أنه تكون بالمستوى المطلوب. شكرا لك استاذ حكيم عبد الزهره. شكرا لك استاذ، شاركت ويانا اليوم بالبرنامج بصراحه.